إذا فضيلة الشيخ نعود لحديثنا، بالإضافة ل المحطات الأساسية لتخريج هذا اليوم ما ذكرت قبيل الصلاة، هل هناك واجبات أخرى أو أشياء أخرى ينبغي العمل بها طيلة هذا اليوم؟ كما قلت آنفا أن هذا اليوم يوم عبادة ويوم تضاعف فيه الصالحات كما أن السيئات كذلك. من الأحكام البارزة في هذا اليوم كما قلت آنفا هي الصلاة وأحكام الضحايا، كذلك فإنه أيضا مما ينبغي الالتفات إليه في هذا اليوم الإنفاق والاعتناء بالفقراء والمساكين في هذا اليوم وإشراكهم في الضحية والالتفات لهم في هذا اليوم العظيم، وذلك لأن هذا يدخل في إطار الفرح والسرور، فعلينا أن نحاول أن ندخل الفرح على إخواننا وأن ندخل السرور عليهم، وذلك بأن نساعدهم في القيام بهذا اليوم. كذلك أيضا مما يطلب في هذا اليوم الزيارة، ومما هو مستحب في هذا اليوم الزيارة بين الإخوة والأصدقاء والأحبة، لكن هذه الزيارة أيضا ينبغي أن تكون وفقا للضوابط الشرعية، وأن لا تكون زيارة يقع فيها التبرج بين الرجال والنساء، وأن لا يحاول الإنسان أن يفعل طاعة ثم يقع في معصية. فإذا كانت الزيارة في هذا اليوم خاضعة لهذه الضوابط أيضا فإنها من الأعمال التي ينبغي أن تفعل في هذا اليوم. ينبغي للإنسان في هذا اليوم أن يفعل الصلاة كما قلنا، وأن يضحي وأن يزور، وأن يفعل ما استطاع من أنواع العبادة، وأن يفعل أيضا ما استطاع من أنواع الفرح والسرور في هذا اليوم. الفرح والسرور بين قوسين، الفرح والسرور المطلوب شرعا، لا إفراط ولا تفريط، لا الفرح والسرور الموجودين في المجتمع ونحو ذلك ما يقع فيه من اللهو ومن العبث ومن الأمور التي لا تباح. كذلك أيضا على الشباب وعلى كل الناس أن يعلموا أن هذا اليوم كما قلنا يوم عظيم، يوم عبادة. وللأسف مما يشاهد في المجتمع أن فئة من الناس أو بعض من فئات المجتمع تحاول في هذا اليوم أن تنتهز فرصة هذا اليوم وأن تفعله يوما للتبرج وللتلاقي بين الرجال والنساء، وهذا أمر لا يجوز شرعا لا في هذا اليوم وخاصة في هذا اليوم بعينه. فعلنا أن نتقي الله إنما كنا، وأن نعلم أن هذا اليوم قد لا يعود إلينا في المستقبل، وإن كان هذا اليوم يوم فرح وسرور فعلنا أن نتذكر أن أمامنا أيام عظيمة، أيام لا فرح فيها ولا سرور، وأن نحاول جاهدنا فيها ما استطعنا أن نعمل لها من هذا اليوم وفي غيره. نحاول في هذا اليوم أن نفعل ما أمرنا به من صلاة وضحايا ومن إنفاق على الناس ومن تذكر لهم. وهنا أود أيضا أن أنبه إلى أنه ينبغي لمن لديه ميسرة أن يساعد إخوانه في هذا اليوم، لأن هذا يدخل في إطار إدخال الفرح والسرور على المسلمين في هذا اليوم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قسم الرزق بين الناس، فكل ما هو موجود من البشر جعل الله تعالى له ما يكفيه من الرزق في هذه الدنيا، لكن الله تعالى قسم الرزق بين الناس إلى ثلاث فئات، منهم من جعل لديه من الطاقة ما يكفي لإنتاج حاجته هو فقط، ومنهم من جعل لديه من الطاقة ما يكفي لحاجته هو وزيادة، ومنهم من لم يجعل لديه من الطاقة ما يكفي لإنتاج حاجته، لكن جعل هؤلاء مبتلون ومختبرون بما جعل تحت أيديهم من أرزاق الناس، فعليهم أن يلتفتوا إليهم وأن يعلموا أنهم لا يملكون شيئا وأن ما بأيديهم مدائع لله تعالى، وأن يتذكروا إخوانهم في هذا اليوم العظيم، وأن يدخلوا عليهم الفرح والسرور وفي غير هذا اليوم، لكن يتأكدوا في هذا اليوم وهكذا. واضح. فضيلة الشيخ أحمد والله داود، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات وهذه النصائح الوفية، ونرجو أن يكون هناك من يستمع إليكم بآذان صاغية. شكرا جزيلا ومشاهدينا الكرام.